عليكم طلاب جريد 4. ان شاء الله هناخد مع بعض النهارده ليسن 2 في يونت 1 في كونكت بلس. عنوان الدرس بتاعنا I'm healthy، انا اكون بصحه جيده. I'm healthy، يلا بينا كده نقرا مع بعض اهم الكلمات اللي عندنا في الدرس. حلوه كاندي كاندي كاندي، كرسي متحرك ويل تشير ويل تشير ويل تشير، عالم ساينتست ساينتست ساينتست، ألعاب الفيديو فيديو جيمز فيديو جيمز فيديو جيمز، رائع أوسم أوسم أوسم، فريق تيم تيم، لبن مخفوق بالموز بنانا ميلك شيك بنانا ميلك شيك بنانا ميلك شيك، مياه غازية اللي هي الكولا كولا كولا كولا، شيق أو ممتع interesting interesting interesting، حلو المذاق يعني حاجة طعمها حلو sweet sweet sweet، مشغول busy busy busy، الاس هنا بننطقها زد، طازج fresh fresh fresh. بعد كده عندنا تصريف الأفعال، في نوعين من الأفعال يا أولاد. أول نوع اللي هو الريجولار، يعني ايه مس ريجولار؟ يعني منتظم، يعني الفعل ده ليه قاعده بنضيف له في الماضي دي او اي دي او اي اي دي حسب نهايه الفعل. نقرا كده مع بعض الافعال الريجولار، يتدرب براكتس والباست براكتست براكتس براكتست، يتحدث توك والباست توكد توك توكد. ال يا اولاد هنا سايلنت مش بتتنطق. نشوف الريجولار، الريجولر يعني حاجة غير منتظمة، حاجة ملهاش قاعدة، لازم الأفعال الريجولر نحفظها زي ما هما. يعتقد think والpast thought think thought think thought، الـ th بننطقهم ساء والـ gh في وسط الكلمة دايما silent. يرى see والpast saw see saw. عندنا بعد كده تعبيرات وحروف جر هامة important expressions and propositions، في عطلة نهاية الأسبوع on the weekend on the weekend، يمارس رياضة do sport do sport do sport، على كرسي متحرك in a wheelchair in a wheelchair، في يوم السبت on Saturday on Saturday، أيام الأسبوع دايما بيجي قبلهم حرف الجر on، يذهب للتمشية go walking go walking go walking، يتحدث إلى talk to talk to. عندنا بعد كده مجموعة من الجمل الهامة اللي موجودة في الدرس، لما احنا بنقرأ الجمل دي يا أولاد الدرس بيكون سهل علينا. طيب الجمل دي بعنوان إيه؟ being healthy، كونك بصحة جيدة. جودي does a lot of sport at school، جودي بتمارس الكثير من الرياضة في المدرسة. جودي doesn't eat candy، جودي مش بتاكل حلوة. But she likes fruit، بس هي بتحب الفاكهة. آدم is in a wheelchair basketball team at school، آدم بيكون عضو في فريق كرة السلة على كرسي متحرك في المدرسة. آدم practices basketball 3 times every week، آدم بيمارس كرة السلة 3 مرات كل أسبوع. آدم wants to drink more water، آدم عاوز يشرب مية كتير. دارين loves burgers، عندنا بنوتة اسمها دارين، دارين بتحب ان هي تاكل برجر. But she only eats one a week، بس هي بتاكل قطعة واحدة بس كل أسبوع. Choose the correct answer. Number one, it's not to drink water، ان انت تشرب مية. دي حاجة ايه؟ bad سيئة، healthy صحية، unhealthy غير صحية، not good حاجة مش كويسة أو مش جيدة. طبعاً it's healthy، من الصحي إن أنت تشرب مية. Number two, basketball is my favorite. كرة السلة بتكون إيه المفضلة بالنسبة لي؟ sport رياضة، food طعام، drink مشروب أو verb بمعنى يشرب، candy حلوة. Basketball is my favorite sport، كرة السلة بتكون الرياضة المفضلة بالنسبة لي. Number three, I play football in the school football A. أنا بلعب كرة القدم فين؟ meal وجبة food طعام weekend
أجازة نهاية الأسبوع تيم فريق، طبعا تيم in the school football team يعني في فريق المدرسة لكرة القدم. عندنا بعد كده نص الدرس بتاعنا، آدم دارين and جودي are talking about being healthy. آدم ودارين وجودي بيتكلموا إزاي يكونوا بصحة جيدة. البنوتة دي بتقول إيه؟ Do you think you are healthy جودي؟ أنت بتعتقدي إن أنت بصحة جيدة يا جودي؟ فجودي قالت إيه؟ Yes I do، أيوة أنا الحمد لله بصحة جيدة. I do a lot of sport at school، أنا بمارس الكثير من الرياضة في المدرسة. On the weekend في عطلة نهاية الأسبوع، I walk to my grandma's house، أنا بتمشى أو أنا بمشي إلى منزل جدتي. With my family، مع عائلتي. I really like walking، أنا فعلا بحب المشي. Because I can talk to my mom and dad، عشان أنا بقدر إن أنا أتكلم مع ماما وبابا. We can see the different houses and shops، وبنقدر وإحنا ماشيين إن إحنا نشوف المنازل المختلفة والمحلات. I don't eat candy، أنا مش باكل حلوة. But I like fruit، بس أنا بحب الفاكهة. My favorite fruits are bananas and watermelon، الفواكه اللي أنا بحبهم أو الفاكهة المفضلة بالنسبة لي الموز والبطيخ. My mom makes an awesome banana milkshake، ماما بتعمل لبن بالموز بس بيكون طعمه جميل. Awesome يعني رائع أو جميل. البنوتة بتسأل نفس السؤال بس المرة دي لمين؟ لدارين. Do you think you are healthy دارين؟ هل انت شايفة أو هل انت بتعتقدي ان انت بصحة جيدة يا دارين؟ قلت لها Yes I think I'm healthy، My mom and I go walking in the desert with my dad، أنا وماما بنتمشى في الصحراء وبيكون معانا برضو بابا. Dad is a scientist، بابا بيكون عالم. and he likes looking at animals and plants، وهو بيهتم أو هو بيحب دراسة الحيوانات والنباتات. we go with him every weekend، وإحنا بنروح معاه في كل أجازة نهاية أسبوع. it's very interesting، والموضوع بيكون شيق جدا. but it's very hot sometimes، بس طبعا الصحراء أحيانا الجو فيها بيكون حر جدا. I only drink water، أنا بشرب بس مية. because I don't like cola، عشان أنا مش بحب الكولا. I love burgers، أنا بحب البرجر. but I only eat one a week، بس أنا بأكل من البرجر قطعة واحدة بس كل أسبوع. my mom makes yummy salads، وماما بتعمل سلطة لذيذة جدا. عندنا في جزء الجرامر حاجة سهلة جدا، هنتكلم على مين؟ هنتكلم على الconjunction، الروابط. أول رابط عندنا and، and معناها و. نستخدمها إمتى يا مس؟ لو إحنا كنا عاوزين نضيف أفكار، يعني كلامنا لسه مخلص. زي مثلا أما أقول I eat vegetables، أنا بأكل الخضروات. and I exercise، وكمان أنا بتدرب. طيب but، but معناها لكن. بنستخدمها إمتى؟ لما يكون في تناقض، يعني لما يكون في مشكلة. زي مثلا لما أقول I want to play football، أنا عاوز ألعب كرة القدم. but ولكن المشكلة my leg hurts، رجلي بتؤلمني. فهنا في مشكلة، في تناقض، إزاي هلعب كرة قدم وأنا رجلي بتؤلمني. ناخد اختبار صغير على القاعدة. read and write the correct form of the words between brackets، سؤال تصحيح الخطأ. number one I want to go swimming، أنا عاوز أذهب للسباحة. and it's raining، هنا في مشكلة، إزاي هذهب للسباحة والجو بيشتي؟ يبقى هنجيب مين؟ but بتاعة التناقض، ولكن الجو بيشتي. عندنا بعد كده number two فاطمة loves ice cream، فاطمة بتحب الآيس كريم. but it's chocolate، هنا في إضافة، يبقى هنجيب مين؟ and، فاطمة بتحب الآيس كريم and it's chocolate، ولت شوكولات. number 3 after school، بعد المدرسة I do my homework، أنا بعمل الواجب المنزلي بتاعي. because I eat dinner، ما ينفعش أقول عشان أنا بتناول أو عشان أنا باكل العشاء، هنا برضو في إضافة، يبقى هنجيب and. بعد المدرسة أنا بعمل الواجب المنزلي بتاعي وكمان بعمل إيه؟ بتناول العشاء بتاعي. number 4 I practice basketball، أنا بمارس كرة السلة. or I walk home from school every day، هنا في إيه؟ في إضافة،
هو عاوز يقول ان هو بيمارس كرة السلة وكمان بيمشي للبيت من المدرسة كل يوم. Number five, I don't drink cola. انا ما بحبش ان انا اشرب الكولا. Or I drink fresh juice. هنا في تناقض، يبقى هنجيب مين؟ but، ولكن. انا ما بحبش ان انا اشرب كولا. But I drink fresh juice. ولكن انا بحب ان انا اشرب العصير الطازة. Number six, he can speak English. هو بيقدر ان هو يتكلم انجليزي. And he can't speak Chinese. في مشكلة، بيتكلم انجليزي وما بيقدرش يتكلم صيني، يبقى هنجيب مين في المشكلة او في التناقض؟ but. Number seven, in summer في الصيف it's dry. الجو بيكون جاف. but hot ولا and hot؟ عاوزين نضيف، الكلام لسه مخلص، يبقى هنجيب and. In summer it's dry and hot. في الصيف الجو بيكون جاف وكمان حر. Number eight, I want to be healthy. أنا عاوز أكون بصحة جيدة. And I don't like to eat vegetables. بس أنا مش بحب أكل خضروات. في مشكلة هنا، في تناقض. إزاي عاوز تكون بصحة جيدة وإنت مش بتاكل خضروات؟ يبقى مين بتاعت التناقض؟ but. Number nine, cats are cute. القطط بيكونوا cute. Not but quite. لأ، مفيش تناقض هنا، ده في إضافة، يبقى هنكتب and. Cats are cute and quiet. القطط بيكونوا حلوين كده وكيوت وكمان quiet، هادين. Number 10, I like reading stories. أنا بحب إن أنا أقرأ القصص. But I like watching films too. لا، ده هنا في إضافة، تو يعني أيضا، يعني بيعمل حاجة كمان. مين بتاعة الإضافة؟ and. I like reading stories. أنا بحب قراءة القصص. And I like watching films too. وكمان بحب إن أنا أتفرج على الأفلام أيضا. أنا هقف معاكم لحد هنا. إن شاء الله في الفيديو الجاي هيكون حل تدريبات عامة على الدرس. أشوفكم على خير. قبل ما أنسى يا أولاد، أنا عملت جروبات على التليجرام، اللي حابب ينضم هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن. ودلوقتي هقول لكم باي.